فين الدبلة يا يوسف؟ ده دبلة ايه يا سكر؟ دبلة جوازنا يا يوسف، ولا نسيت من كتر ما قلعتها؟ لا بس لاني نسيت على الحوض. مفيش حاجة على الحوض. طب هو انا اصلا ما في الحقيقة ما بحبش البس دبل، انا بس كنت بلبسها يعني علشان ما تزعليش. وانا يعني زعلي يفرق معاك؟ ده انا حتى مش من حق ازعل. يا ستي يا ستي، رايحة فين؟ شوفي احنا عمالين نتكلم فيها سكرة في دبلة وخاتم واسورة. انا غلطانة، انا اللي وافقت وتنازلت من الاول. نزلتي؟ اه اتنازلت، واللي اتنازل مرة مش من حقه يتكلم بعد كده. انت ايه انت شوف انا بقول لك ايه وانت بتقولي؟ انا بقول لك ان انا بكتب اهم تحقيق في حياتي، انت عمال يا شيخه ارحميني وارحمي نفسك. خلاص خلاص، حقك عليا يا اخويا. لا لا لا، ده جنان ده جنان والله. بقول لك خلاص، خليك انت في اهم تحقيق في حياتك وربنا يقدم اللي فيه الخير. الله 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 الله، ده الموضوع بجد بقى يا عم يوسف. طبعا بجد يا ريس، ولو هنتابع ومحتاجين وثائق انا ممكن اجمعها. لا 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 لا، وثائق ايه؟ انت هتجيب وثائق اكتر من كده ايه؟ دي غنيمه. طب يا ريس، ده الجزء الاولاني من التحقيق وهننشر معاه اول وثيقتين بس. الحقيقه دي ضربه كبيره قوي، بقى لنا فتره بنتكلم في نفس المواضيع. يعني هننشر يا ريس فورا يا يوسف وبلا تردد. قول لي، انت قريت الافتتاحيه بتاعت العدد اللي فات ولا لا؟ طبعا قريت يا ريس. انا تعرضت فيها لوقائع واسماء مفيش حد في مصر يجرؤ يتعرض لها وحتى يفكر يكتب عنها. وبعدين انت جايب المسندات دي ليه؟ لانك عارف ان مفيش غير خليل هاشم واحد في مصر. طبعا يا ريس طبعا. امسك. ايه ده يا ريس؟ مكافئتك، مش الملاليم اللي بتاخدها من الجورنال بتاعك عشان تنافق الحكومه. انا ما بنافقش حد يا ريس. يبقى مش هتنفع معاهم يا حلو، خدها من قصرها واعمل زي، هتكسب اكتر وفي نفس الوقت هتمارس دورك الحقيقي كصحفي، هتخدم بلدك وتدافع عن الديمقراطية والحرية وتحارب الفساد. عشان كده أنا طارق كنا، أي كلام بينا هينكد علينا. هيتصرف في إيه ولا في إيه؟ ده لسه متبني منك في الاسم. لو هتمشي ورا قلبك هتروح في داهية. أنا بقيت رئيس صفحة. بعد شوية يا أختي هيزهق ويندم وتبقى اتحسبت عليكي جوازة. أنا بقيت رئيس الصفحة الفنية في جريدة خليل هاشم. كويس إنك لسه صاحي. إيه؟ بقيت رئيس مجلس إدارة؟ يا ست إنتي قولي رئيس تحرير. شايفاك يعني راجع فرحان وزي ما تكون جايب أخبار حلوة. أه الحمد لله، عندي أخبار حلوة. ده وحش ولا إيه؟ النهاردة أحسن من امبارح بكتير، عملت شغل كويس قوي قوي. يا رب يا رب لو يفضل على كده على طول. ايه هتعلن جوازنا؟ ايه انتي هو في ايه؟ انتي ما بتفكريش غير في حاجة واحدة ولا ايه؟ اه فهمت قصدك، يعني انك هتتقدم وتترقى اكتر من الاول. برافو عليك، وده هيساعدنا. وانا بعمل ايه؟ الحياة مراحل يا سكرة. ومرحلتنا بقى هتيجي امتى ان شاء الله؟ بعدين بقى. دبلتي مش في صباعك يا يوسف، الجواز ما غيرش حاجة. يعني ازاي ما غيرش حاجة؟ ازاي يعني؟ ما ينفعش تحطيني في المخزن عشان ما احرجكش او عشان ما تحسش انك مقصر معايا. يا سكرة انسى الموضوع ده بقى. انسى ايه؟ انسى انك مقعدني تصرف عليا لحد ما اتخرج وبعد كده كل واحد يروح لحاله؟ انا قلتلك ان ده مش اخرنا يا سكرة. انا عارف انك راجل وبتعمل اللي بتقدر عليه. طيب الحمد لله، خلاص افرحي بقى، انسى اللي انت فيه وفرحي معايا. ربنا عالم انا فرحانه لك قد ايه، وعارفه ان وعادي هنا في مصلحتي، بس انت كده بتطلب مني تمن ما اقدرش ادفعه. ايه التمن اللي انا بطلبه؟ مش عايزه اكرهك. بتكرهيني ليه يا سكر؟ مش عايزه حبي ليك يقل. اللي يخليه يقل؟ احنا ممكن نكمل وممكن ما نكملش. مفيش واحده بتحب بجد هتقبل على نفسها الكلام ده. انا حبي ليك اكبر من اي حاجه تانية يا يوسف، أهم من أي حلم تاني. الله، حلو أوي بجد الكلام ده، بس كلام مراهقين. كلام مراهقين بقى، كلام مجانين هو ده اللي في قلبي، وأنا ما اتعودتش يبان عليا حاجة غير اللي جواك. طب أنت إيه اللي بتعمليه دلوقتي؟ بلم هدومي. وكنا جوزنا ليه لما بتلم هدومك؟ أنا قلت لأ، أنت اللي ما اديتنيش فرصة. أنا ما اديتكيش فرصة يا سكرة. أنا كمان استحلتها وطمعت، كان نفسي أبقى مراتك بجد.
على الورق بس يا يوسف، لحد ما انا اتخرج او انت تزهق وتشوف لك شوفه تانية. افرضي، استغل الموقف طالما في مصلحتك. ما انا مش كده، ما اقدرش اكتم في روحي عشان مصلحتي. اللقمة لو مش على مزاجي ما بلعهاش. انا بحبك، احنا كده كويسين اوي، بلاش الاوهام اللي في دماغك. ما هو لو اللي بيني وبينك ده اوهام يبقى بلاش منه خالص. لا لا يا سكر، انا ما اقصدش خالص المعنى اللي وصل لك. يوسف انا بحبك، نفسي تفهمني. انا فاهمك، فاهمك والله. انا قبل المساعدة او حتى الحسنة من اي حد تاني، بس انت لا، لا تبقى حبيبي وجوزي قدام الناس كلها، يا إما بلاش. حاضر حاضر، أعمل كده. أنت بتتكلم بجد يا يوسف ولا بتاخدني على قد عقلي؟ أنا عايز أريحك، أصلها مش بتبقى والله. بصي، في ناس كتير قوي اتجوزوا وبقالهم سنين طويلة وعندهم عيال ولسه ما عرفوش بعض. استنى، إحنا نتكلم كتير ليه؟ هادي الدم، إيه اللي حصل؟ مفيش أي حاجة حصل. بحبك والله، بحبك. مش هقدر استغنى عنك. انا بحبك قوي يا يوسف، بحبك قوي. انسه كوثر، مساء الخير. خير يا سيدي، مش المدام الحمد لله في القصر العيني وعلاجها ماشي تمام؟ الحمد لله. ما انا جاي اشكر حضرتك. شكر لله يا سيدي. على فكره انا ساكن قريب منكم هنا، فقلت فرصه يعني نركب نفس الميكروباص. الحقيقه انا ما بركبش ميكروباصات، لكن لو حضرتك بتركب ميكروباص ده هيبقى وضع تاني. ليه يعني؟ مش القصد، اصل انا لسه مخلص شغل دلوقتي، قلت بقى لو لحقتك تبقى فرصه اقعد معاكي واشكرك زي ما انا عايز. وحضرتك عاده يعني بتخلص شغلك متاخر ولا النهارده بالذات صدفه؟ لا يعني حسب الظروف. انت بتشتغل ايه؟ ستي انا بشتغل فني كمبيوتر، اي حاجة على الجهاز المجنون ده بصلحها. الجهاز هو اللي مجنون برضو؟ افنن؟ لا ابدا، اصلا انا اسفة يعني، انا اول ما شفت حضرتك حسيت ان حضرتك ضارب. ضارب؟ لا مش ضارب، يعني حسيت ان انت عبيط شوية. عبيط؟ لا انا اسفة، حسيت ان انت غريب الاطوار شاذا. غريب الاطوار شاذا، ربنا يسامحك يا انسة كوثر. طب يا انسة كوثر، يا ولاد اللئيمة. بس هالجواز سوري يا هالي. ماشي يا يوسف ماشي. صباحيا مباركة يا عروسة. كوثر؟ لا، اللهو الخفي. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ والله ده الطبيعي بتاعي، انا بصحى بدري، انما بقى عروسة زيك يوم صباحيتها المفروض تأنتخ شوي. خلاص بقى يا كوثر، والله هترتاحي مني. ايه الشنطة اللي انت بتحاولي تخبيها ورا ظهرك دي وانا شايفاها من بدري بس مش عايزة اتكلم؟ كان عندك حق يا كوثر، الجوازة دي مش نافعة. يخرب عليك انت هتمشي ولا ايه؟ وطي صوتك عشان خاطري مش عايزاها يصحى. يخرب عليك انت هتمشي ولا ايه؟ ده انتوا امبارح كنتوا اخر نجف. مش نافع، مش مرتاح. مش نافع؟ جاية تقولي الكلام ده النهاردة؟ ما مشيتيش ليه امبارح؟ اهو نصيب بقى. لا الله يباركلك ما تحملينيش ذنبك بعد اللي حصل لك امبارح ده. اقعدي، انا مش لاقي فوق دماغي ولا حاجة والله. مش انت يا كوثر، والله ماليكي دعوة، دي مشكلة بيني وبينه. ايه اتخانقتوا؟ طب ما تحاولوا تحلوا المشاكل دي بينكم وبين بعض. مش بإيده. أنا عارفة يوسف.
لو قادر مش هيتأخر عني. سكرة 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 خير. صباح النور. أمال سكرة فين؟ خرجت من بدري. خرجت راحت الجامعة؟ يمكن معرفش، بس أصلها وأنا قاعدة في نفس المكان ده كانت هي معدية كده وماسكة شنطة في إيديها، يمكن تكون سافرت البلد مثلا. لا لا بلد، لا لا ما يعني ما جابتليش سيرة عن كده. يمكن أنت تكون مزعلة. لا مزعلة إيه، ده إحنا امبارح. أيوة استناني بقى، أنتوا امبارح إيه بقى؟ مش ممكن. مش ممكن ايه؟ ما انا ما بحبش الالغاز، قولي اتخانقتوا ليه؟ انت ازاي ما حشتهاش؟ ازاي ما صحتنيش؟ طب والله العظيم حاولت تحوشها بس ما رضيتش. ما هو جاي على هواك. والله العظيم بص انا حاولت. يا شيخه يا شيخه يا شيخه حرام عليك يا شيخه، هي مش ناقصه. انا قلت لك من الاول دي جوازه غلط ومش هتعمر. يا خالتي يوسف لا رماني ولا زهق مني، انا اللي مرتحتش. ومرتحتش ليه؟ عايزه ايه اكتر من كده؟ واكله نايمه شاربه وطول عمرك خوتانه بالتعليم وسيوسف وحب سيوسف. يا لهوياني، شوف برضو الوليه مصدقه. هو انا ربنا رزقني باتنين مهابيل ولا ايه؟ الله، وما صدقش ليه يا زكيه؟ ما هو خدها واتجوزها على سنة الله ورسوله، عايزين ايه تاني؟ لا إله إلا الله، إذا كانت صاحبة الشأن نفسها فاقت ونفدت بجلدها. لا بقى، أنت اللي مش عايزة، عايزة تفضلي تكسبي من وراها وخلاص. شوفي يا أختي الولية السوا، هي سكرة دي أي واحدة؟ دي بنتي اللي أنا ما خلفتهاش، دي بنت أكتر منك، أنا بخاف عليها وعلى مصلحتها أكتر من أي حد تاني. حقك يا اختي، ما قلتش حاجه، واللي انت عملتيه لها في حياتها قد اللي انا عملته 100 مره. بلاش الكلام ده يما، اقطع دراعي، المكان هو اللي بيتصل. يا ستي ما احنا عارفين انه بيحبها، بس برضه ما ينفعش. الو سكره فين يا حاجه زكيه؟ انا عارف انها عندك. قلت لك ما شفتهاش، يمكن راحت عند امها. راحت مطرح ما راحت، المهم انها هترجع لك تاني. يا بنت كلميها، ما تبقيش عبيطه. طيب بصي بقى، قولي لعجوزك مش فاضي عشان لعب العيال ده كل يوم والتاني هيجري وراك ويسيب شغله. اذا رجعت النهارده وما لقيتهاش في البيت مش هيحصل كويس. صباح الخير يا نجم. نجم ايه بقى يا ريس؟ ازاي في وجود سعادتك ما ينفعش يبقى في حد نجم؟ ده احنا لسه بنحبه. نحبه ايه يا استاذ؟ انا لسه شايف اسمك وصورتك منورين في برنامج غير بتاعنا. ده مجرد اكل عيش يا ريس، انما هنا الاصل. الاصل؟ الله، ما انا ما بنشوفش منك شغل ليه؟ لا ان شاء الله يا فندم، بكره هتلاقي على مكتب حضرتك الشغل وبالطريقه اللي انت عايزها.
كويس انك رضيت عننا وبطلت تشاغل. يا ريس يا ريس، انا بقالي كتير عايز اصلح العلاقه بيني وبين حضرتك، انما الظاهر انت اللي مش عايز. الظاهر ده رئيس التحرير كشفك وعرفك على حقيقتك. اتفضل حضرتك روح شوفه عايزك في ايه. يا لهوي يا لهوي، اهي بنار. عارفه لو كنتش قدامه دلوقتي كان كسر عظمك. قال لك ايه؟ قال لي انك لازم تروحي على البيت دلوقتي حالا، اذا رجع البيت وما لقاكيش مش هيحصل لك طيب. استهدي بالله يا بنتي وخليكي طوع لجوزك وامي روحي. لا طب واذا جه على هنا هتعملي ايه؟ مش هيلاقيني. يا لهوي، هتهربي من جوزك؟ ما هو لو عرف ان انا رجعت اشتغل تاني طب وانا هوديكي فين دلوقتي؟ مفيش غير الولية الخواجه المجنونة اللي كل ما بعت لها شغالة تضفر. مساء الخير يا فندم. نعم شكرا يا فندم، خير ان شاء الله. انا مش مرتاح لشغلك مع خليل هاشم. ليه يا فندم؟ انا سبق قبل كده ومنعتك عن اي حاجة؟ في الحقيقة لا. اسمك اتشال وتعاقبت زي اي محرر من المحررين اللي بيشتغلوا بره؟ برضو لا يا فندم. يبقى لما اقول لك بلاش خليل هاشم تسمع الكلام. طبعا يا فندم اسمع الكلام، انا بس يعني عايز اسال ليه، هل لانه بيكتب ضد النظام ضد الحكومه؟ اذا كان الحكومه نفسها موافقه والنظام موافق انا اللي هعترض. امال ايه السبب؟ لانها مدرسه صحفيه مختلفه عن اللي انت اتعلمته في الجامعه واللي انت تربيت عليه هنا. الصحافة المحترمة يا يوسف اللي تنشر الحقائق وتحللها بموضوعية دون المساس بالأشخاص. تمام فهمت يا فندم. انت فاسد، بنشر المستندات اللي تدينك وأعدد المخالفات اللي انت ارتكبتها واكشفك قدام الرأي العام. ما عدش اقول ده حرامي وكان فقير ومش لاقي ياكل ومراته كانت رقاصة. لا طبعا يا فندم، كل الكلام ده ملوش علاقه بالموضوع. وممكن ما يكونش ده حقيقي وتتشوه صورتك لصالح ناس تانيه. تمام. اللي يرميك في حضن ناس زي دول ما تبصش تحت رجليك يا يوسف، تكسب دلوقتي وتخسر بعد كده كتير قوي. يا فندم ان شاء الله ما فيش خساره، يعني انا هفضل معاهم مش كتير، يعني شويه كده وهسيبهم على طول، مش هيلحقوا ياثروا فيا. كل الناس اللي كانوا محترمين في الأول وحالهم اتقلب بعد كده قالوا نفس الجملة بتاعتك دي. والله يا فندم أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه بالظبط يعني، بس عندك ظروف تجبرك زي ما يتجيلك. أوكي أنت حر يا فندم. أنا وعدت حضرتك بإني هفكر في الموضوع وإن شاء الله أي موقف مش مريح هسيبهم فورا. الموضوع اللي انت كتبته عن الوزير انا هنشره لك بس في صفحة الرأي وبدون توقيع. الوزير اللي داخل السجن؟ ايوه انا هنشر دفاعك عنه وبعد كده هبقى اعلق عليه في مقالات اخرى. ده بالرغم من ان الناس كلها فرحانة عشان وزير داخل السجن. الصحفي الحر يقول رأيه حتى لو اختلف مع الدنيا كلها يا يوسف، وده اللي عجبني فيك. والله يا فندم دي ثقة غالية عليا جدا، متشكر عليها، بس يعني لو ممكن يعني اللي انت عايزه هيحصل يا يوسف في وقته الطبيعي وبشكل محترم. ما تخاطرش بمستقبلك عشان كلام فاضي. والله العظيم ما زعلتها ولا دوستلها على طرف. عارف يا كوثر عارف. طيب ما تزعلش نفسك بقى عشان يزعل هو اللي بتجيب العيال اليومين دول. يعني واحده تمشي من البيت من غير اذن اكلمها وما تردش وما رجعتش لحد دلوقتي. يا عم ما تسيبها في حالها بقى وانت هتفضل تجري وراها كده على طول. يا كوثر لا انا ولا هي محتاجين نجري ورا بعض والله، بس انا مش عايز احس ان كان في حاجه في ايدي اعملها وما عملتهاش. انا محتاجه ايديك تبقى فاضيه دلوقتي عشان تمد ايدك وتاكل اللقمه دي. يا كوثر انا ماليش نفس. طب كوباية لبن بس.
فين سكرها زكية؟ ما قلت لك مش هنا. بصي بقى، تقوليني انها مش موجودة هنا جايز اصدقك، انما ما تعرفيش هي فين لا. عارفة ومش هقول. ليه؟ كده صاحبة الشأن عايزة كده. وانت موافقة؟ ايوة موافقة. وما تعمليش زي امها وتقولي عشان بتسترزقي من وراها. لا انا مش هقول كده، بس انت معانا من زمان وعارفة ان احسن حل ليها انها تبقى معانا. ولو ان كلامك ده ما يخشش دماغي، لكن انا ملياش دعوة، انا عمري ما حرضتها ضدك. انا عارف عارف، بس وافقتيها. ايوه وافقتها. طب ليه؟ دي حاجه بينك وبينها يا اخي. قال يا داخل بين البصله وقشرتها، ما ينوبك غير دمعتها. دي شنطه سكره. اذا كانت هنا وسمعاني لحد دلوقتي وما خرجتش قسما بالله. والله العظيم ما هي هنا. امال الشنطه دي بتعمل ايه هنا؟ سابتها ونزلت. اقعد استناه، ان ما كنتش مصدقني فتش فتشني فتش. ما هو زي بيتك. بيتي وما صحش تفتش يا ست زكيه. أنا عرفت إيه فين. يوسف اقطع عرق وسيح دم، يتكملوا مع بعض عدل وتمشوا صح، يا إما كل واحد يروح لحاله وترحموني. سيبي سنارة، سيبي سيبي. هاتي بقى. لا هاتي هاتي. فكروك بينا. انت ازاي تكسري كلامي يا سكر؟ الكلام دلوقتي مش هيجيب غير النكد يا يوسف، انت اللي قلت كده. مش كل الكلام يا سكر. لا كل الكلام. انا عارفه انك زعلان ومتضايق وعندك كلام كتير عايز تقوله. انت يهمك؟ طبعا يهمني، بس انت كمان عارف ردي على كلامك. تبتلوي دراعي عشان اعمل حاجه انا ما اقدرش اعملها على الاقل دلوقتي. دايوس انا اديتك روحي ببلاش، مش عايزه منك حاجه. بلاش ايه وفلوس ايه؟ احنا في سوق هنا. اه طبعا في سوق. امال انت رفضت تعلن جوازنا ليه يا يوسف؟ مش عشان سعرك في السوق ما يقلش؟ اللهجه اللي انت بتتكلمي بيها دي. طبعا انت اصلك بقالك سنين ما كلمتش سكر غير اول امبارح. فين سكر؟ لفت ودارت وتعلمت وشافت الدنيا دي على كل لون. انت هتبلطجي عليا ولا ايه؟ بس انا كنت حاسه اني قليله، كنت باخد اللي يجي منك وارضى وابوس ايدي وش وظهر كمان. انا مش فاهم يا سكر انت عايز ايه بالظبط. انا مش عايز اقول كلام يجرحك. قول قول. انا كمان بقالي سنين ما اتكلمتش مع يوسف. لا انا مش هقول حاجه يا سكر، هي كلمه واحده بس. هتمشي قدامي ولا لا؟ هتمشي قدامي ولا لا؟ لا يا يوسف. يا سكر انا ما فيش حد مكاني ممكن يتجوز في الظروف دي ويعجب. انت عملت اللي عليك وزياده. خلي بالك من نفسك. Thank you.
انت ما بتبطلش بحلقها في السماء يا رمضان. امسك. والله من وانا صغير على كده، اي حاجه تقابلني ما افهمهاش ابص للسماء. هم الجماعه مش في البيت ولا ايه؟ بقالهم يومين كده مش باينين. الله يخرب بيتك يا كوثر. طب والنعمه ما قالت حاجه؟ امال انت عرفت منين يا فتك؟ المدام ولا مؤاخذه سلمت على امي قبل ما تمشي؟ هقولك يا رمضان، خلاص الطبعه بتاعت امي وامك دي خلاص ما بقاش في منها تاني. البنات بتوع اليومين دول ما بقاش عندهم صبر يا اخي. الظروف وحشه قوي على الكل، راجل وست. ايامنا صعبه قوي يا استاذ. على كل بالنسبه لسكره، انا رحت لها البلد وهي اللي ما رضيتش ترجع معايا. اقولك الصراحه بقى وما تزعلش مني، امي بتقول ان انت اللي غلطان عشان مخبيها ومكسوف منها، وتلاقيها نايمه جوه مخصوص عشان ما تقابلكش وتقولك الكلام ده في وشك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا برد السلام لله وبس. انت مالكش دعوه بيا، انا جايه اصالح امك وابوس على دماغها. عندك جوه، خش لها بالاذن. الا صحيح قول لي يا استاذ يوسف، هي المدام بتزور اهلها ولا ايه؟ انت مالك؟ مالي؟ مش جارتي حبيبتي ولازم اطمن عليها برضو؟ يا 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 سلام. قولي لي، هو بروقه راح فين؟ غطسان ليه؟ اسكت لحسن، ده مجنن امي. ليه؟ بيبلبع برشام. بيبلبع برشام؟ السلام عليكم. ايه سنة، رايح فين؟ مش نشوف الاول هنعمل ايه في المصيبه دي؟ اقول لك ايه، اشوف مصيبه الاول وبعدين اشوف المصيبه دي. يلا الجنان زمانه نزل. السلام عليكم. الموضوع فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن اكون ما خدتش بالي. هاي يوسف، عملت ايه في المصيبه دي؟ ما رضيتش ترجع، هي حره بقى. سكره؟ ايوه، ده احنا اتطلقنا يا كوثر. متهيألي ده اللي كانت الدنيا كلها عايزاه، وانت اولهم. انا؟ اعوذ بالله. صحيح أنا كنت معترضة على الجواز في الأول، لكن طالما اتجوزته خراب البيوت حرام. الهانم عايزة ترجع تشتغل تاني، يعني مش عايزة تسيب أي باب موارب للرجوع بيني وبينها. بقولك إيه بقى، سيبك من الكلام ده وركز في حياتك أنت. الموضوع اللي أنت قايم نايم تحلم بيه ما تنشرش. إزاي؟ جبت الجنان وأنا راجعة وعمالة أدور عليه مش لاقياه. شوف أنت كده، يمكن أكون أنا مش مركزة. سي با بوسيبل. في ايه بس؟ يعني مش بقول مين على الباب وبرضه بيغنوا الجرس، مش بقول مين وبرضه بيغنوا الجرس. سي با بوسيبل. ايه ده؟ كي سيت ايديو كي تاب على بورت؟ اوف. مين دي؟ انا فاكراها بس مش عارفه هي مين. مين؟ أنا زكية، ما حسبتك زكية يا مزمزيل. افتكرتك. وحوار؟
روحي. انت جايه عايزه ايه دلوقتي؟ لا اله الا الله، هو مش فيه ميعاد ما بيننا علشان اجيب لك سكره؟ افتكر كنت ناسيه خالص. الحمد لله انك افتكرتي، ده احنا جايين من اخر الدنيا. طيب ازيك يا سكره؟ الحمد لله. يلا يا حبيبتي. يلا فين؟ يلا فين؟ سي با بوسيبل، نسيتي القوانين اللي هنا ولا ايه؟ يلا اقلعوا الجزم. نقلع الجزم ده ايه؟ داخلين جامعة؟ هو انت لسه شفتي حاجة؟ يلا البسوا دول في رجليكم. ممكن اعرف موضوعي ما اتنشرش ليه؟ صعب شوية يوسف اللي من دول، بس يعني احتمال في الاعداد الجاية. غريبة قوي يا ريس. ايه وجه الغرابة في كده؟ لا هو أول ولا آخر موضوع يؤجل نشره في تاريخ الصحافة. بس كده في سبق صحفي احنا بنفقده، وإذا احنا ما نشرناش غيرنا هينشر. لا 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 لا، من ناحية اطمن، مفيش حد في مصر غيرنا احنا يجرؤ ينشر موضوع زي ده. ايوه يا ريس، بس حضرتك كنت مستعجل، قلت لي احنا عايزين نخلص بسرعه. يا ريس انت اديتني مكافاه ودورك لحد كده انتهى، لكن ميعاد النشر بقى من عدمه في ايدنا. طب ما تريحني يا ريس وتقول لي السبب ايه. شوف يا يوسف، كتابه خبر عن فيلم في صفحه فنيه او جريمه في صفحه الحوادث حاجه، والسياسه حاجه تانية خالص. سياسة فيها توازنات ومصالح وحاجات مختلفة تماما. ايوه يا ريس، بس الحاجات دي ما كانتش في اعتبارك خالص، عمرك ما حطيتها في اعتبارك. احنا اهم جورنان واجرى جورنان في مصر، احنا الديمقراطية والحرية، احنا اللي بنحارب الفساد. ايه يا ريس، نسيت كلامك ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا يوسف، وانت عارف المشاكل انا واجهتها مع الحكومة والنظام لجرء كتاباتي. عارف، وبعدين المواضيع كتير مش نهاية الكون يعني. طب انا ليه حاسس ان في حاجة حصلت وحضرتك مش عايز تقولها لي؟ والحقيقة يا يوسف يعني احساسك في محله، بس خوفا عليك يعني انا مش عاوز اقولك دلوقتي، احب اقولك في الوقت المناسب. سكارة سعيد علي، انت بتدرسي في الجامعة؟ تاريخ. استوار. ايوه هي دي. انا جايبالك شغل الالافرانكا بتاع بلاكو، احدث موديل والنعمة. ايه شغل على فرانكا بتاع بلاكو دي؟ شايفاني خواجية يا حبيبتي لابسه بورنيتا؟ انا مصريه، مصريه جدا، مصريه حتى النخاع. الحياه بنتي يا سكر، دي مصريه حتى النخاع. في ايه؟ في ايه؟ ليه على طول بتتكلمي بالطريقه دي؟ لو عايز تسالي حاجه بصيلي انا واتكلمي. وانت الهدوم اللي انت لابساها دي الالوان بتاعتها مش عجباني. والله هي دي اللي حيلتي، جنابك بقى تجيبي لي اي الوان على مزاجك وانا تحت امرك. اوكي، هنا في البيت في انيفارما. اني ايه يا بت؟ زي رسمي. رسمي مين؟ لبس رسمي يعني طقم. زي الكاميرات والسواقين بتوع زمان. في ايه؟ في ايه على طول؟ في ايه يا حبيبتي؟ كلميني انا، فاهمه ولا لا؟ عيب كده. شوفي هنا في 2 انيفارما، واحد منهم عشان المناسبات، يا لما يكون عندنا عزومة، لما يكون عندنا ديزاين فيتي، يعني ناس مدعوين. الحاج دي بتقولك مدعوين؟ أنا مش هلبس الحاجات. يا بنت دي وليه مهبوشة، تقدري تاكلي بعقلها حلاوة. قلتلك تاني مرة كلميني أنا. أف سي با بوسيبل. اسمعي، هنا في قوانين، في بوسي دلوا هنا هو، في نظام، أي لون مزعج ممنوع، سي ديفوندو، فاهمة؟ اي اصوات عاليه مزعجه سي ديفوندو، ممنوع. في حاجه تانية مهمه قوي قوي لازم تخلي بالك منها، انا ممكن يغمى عليا وما اصحاش تاني ابدا، يعني اروح فيها كده اهو لو شميت زهره التراب. تعالي تعالي. اخر صبرك يا سكر، وريني ايديكي. ايه ده ما سي با بوسيبل. ايه اغير لونها هي رخره ولا ايه؟ كنت هتحطيها جوه مراخيري. في ايه؟ ما لي فالسيت في جون بو با لا سوبورتي. رايحه فين يا مزمزيل؟ يا حبيبتي رايحه اجيب فلوس عشان احنا الثلاثه لازم ننزل دلوقتي على طول. ننزل نروح فين؟ ننزل ونخلع منها في الشارع. ننزل يا حبيبتي. تخلعي؟ عايز تخلعي ضغط؟ كنت متأكدة ان اسنانك مش مظبوطين كمان، الدكتور هو بيعملك الاناليز التحليل والاشعاعات يخلعلك الضغط. وانتي كمان تعالي معانا، اكيد عندك امراض مستوطنة، اكيد في بالهاكسيا.
انت بتضحكي؟ هي مرة قمار ومرة جاباني الخنكة؟ أصل بولا دي بولا دي عيانة في نفوخها، أنا خاف تعضني بالليل برضو بتضحك. اقلعي اقلعي يا ستي، الأكياس اللي في رجليكي دي يلا بينا. استني بس استني استني، ما تقلعيش. استنى إيه؟ أنا استحملتها عشان خاطرك، دي وليه مجنونة، أنا اتخنقت مش هستحملها. يا بنت بولا دي شكلك هي دي اللي هتريحك وتخليكي تذاكري وتروحي يوم في الأسبوع في الجامعة وتمتحني، دي مضروبة بالنار في نفوخها زيك، دي عايشة في ملكوت ربنا. في كل عدد يقعد يشتم في الحكومة ويهاجم في النظام وفي الآخر يداري على حالة فساد واضحة زي دي. اهدى شوية يا يوسف، انت صدقت انه بجد ولا ايه؟ انا مش مصدق، انا مصدوم في خليل هاشم ان ياخد فكرة انا مش لاقي مكان انشرها فيه. انا ما عنديش مشكلة، والله ما عندي مشكلة، بس يقعد يصدع دماغي عن الديمقراطية والفساد وخدمة الوطن وفي الاخر يطلع كده ليه؟ مصالح خليل هاشم واللي زيه مجرد اقنعة، والراجل ده بالذات في صفه معاه مش من مصلحته ان هو يكسره. يعني ايه؟ يعني بياخد مني الوثائق عشان يجردني من اسلحتي؟ الوثائق انت ممكن تجيبها من اي حتة، لكن مين اللي هينشر لك؟ في كل حتة في العالم البزنس فوق السياسة، لا ده هو السياسة. الموضوع كان مهم وخطير وهيكبر اسمي. قصدك كان هيقضي على اسمك؟ خليل كان هيبيعك مع أول مواجهة. قول لي إيه الفرق بين حسام وخليل؟ بالنسبة لنا حسام أفضل، على الأقل واضح، لا بيدعي إنه ملاك ولا هو محرر العبيد، إنما خليل يخدعك. وأنا اللي كنت فاكر نفسي كبرت واتطعمت كفاية بحيث إن محدش يخدعني. لا، الناس دي ما بيخلصوش ولهم اساليب كل يوم والتاني جديده. الو يا سيدي، فين التليفونات ايه بتقول ايه؟ ربيع قاسم؟ امتى؟ انا ربيع قاسم طلع معاش. ومين اللي جيب داله؟ حلو قوي، يعني كلها سنه ولا اتنين ويطلع معاش وراك. عموما كله هيبان بكره ونبقى نرغب راحتنا. مع السلامه. انا حذرتك قبل كده، قلت لك مشي امورك مع رئيس الصفحه. دي كانت بحط الطابه. ولا يهمك، هيركنك على الرف سنه ولا اتنين وخلاص. مش طايق اشوف خليل هاشم، مش طايق. يعني ايه خلاص؟ حبكت دلوقتي يطلع معاش.